شفنا في الفيديو الأول تبع الباور فاكتور، شفنا الحالة البسيطة جدا اللي هي في عندي لينير لود. لينير لود قلنا إذا لينير لود هو إذا بحط عليه sinusoidal voltage على frequency معينة بسحب sinusoidal current على نفس الفريكونسي. وهناك الحالة بسيطة بالنسبة للباور فاكتور، بيكون عبارة عن كوساين الزاوية تبعت اللود. وتعريف الباور فاكتور بشكل عام هو الريل باور اللي بسحبها من الالكتريكال باور سورس مقسومة على الابارنت باور، والابارنت باور هي VRMS في IRMS إذا كانوا سينجل فيز لود عندي زي الحالة هاي. أنا هون ماخذ حالة بسيطة سينجل فيز لود، وأنا أخذت كمان هون ريزيستيف لود في الحالة الأولى. فأنا عندي هون ريزيستيف لود بدي أغذيه من 310 فولت بيك، يعني 220 فولت RMS فولتج سورس على 50 هرتز، لكن ما بدي أغذيه مباشرة، بدي أغذيه عن طريق سينجل فيز كنترولر فولتج كنترولر. ففي عندي تو أبير أوف باك تو باك أو أنتي بارلل ثيرسترز أو اس سي ار، أنا عاملهم هون فايرنج عن طريق البلس هاي للبوزيتيف والبلس هاي للنيجاتيف 180 درجة. وماخذ أنا من سينكرونايز 6 بلس جنريتر، والسكس بلس جنريتر عامل له سينكرونايزيشن من الفولتج من هون، عامل له انيبل وعامل له فايرنج انجل ديلي 90 درجة. خلينا أول شيء حتى نفهم كيف عمالي بتحكم بهذا اللود، خلينا نحاول نعمل رن. نعمل رن لمدة بس 0.1 of a second. هلا انا اللي ماخذه بنفس الوقت اخذت شيء شبيه جدا باللي عملناه بحاله اللينير لود، اخذت هون حاصل ضرب الفولتج بالكرنت انستنتينيوس، وبعدين اخذت المين عشان يعطيني الريل باور، وبعدين ضربت الفي ار ام اس في سبلاي ار ام اس في الاي سبلاي ار ام اس. لما ضربتهم بعض راح يعطوني الابارنت باور. تعريف الابارنت باور هو الفي سبلاي ار ام اس في الاي سبلاي ار ام اس، راح تعطيني الابارنت باور من هون. طبعا لازم يكون الريل باور اقل من الابارنت باور، وحاصل قسمة الريل باور على الابارنت باور راح تعطيني الباور فاكتور تبع الدائرة هاي اللي موجودة هون. لكن المشكلة اللي عندي هون، رغم انه عندي هون هذا ريزيستيف لود، فنظريا المفروض لو ما عنديش باور الكترونيك سيركلز يكون باور فاكتور واحد، يكون عندي sinusoidal current، اسحب sinusoidal current وله نفس الفريكونسي تبعت الفولتج، ويكون ان فيز، فبيكون كوساين زيرو واحد، فالباور فاكتور بيكون واحد. لكن هون تعقدت الامور، لانه عندي انا باور الكترونيك سيركت ما بين السبلاي واللود، وهاي الباور الكترونيك سيركت عمالها بتعمل فايرنج، فالكرنت هون بطل ساينوسويدل، فهذا صار نان لينير لود، لانه اللي بسحبه الكرنت اللي بسحبه بطل ساينوسويدل، صار في ديستورشن، والتشويه اللي صار في هذا الكرنت راح يغير الباور فاكتور. هلا هاي الفكره الاساسيه الان، انه هذا الكرنت اذا بقدر استرجع من هذا الكرنت، استرجع الهارمونيك الفيرست هارمونيك الاقيه، هو اللي رح حدد لي قديش الريل باور اللي بسحبها اللود. خلينا اول شيء نطلع على ايش بتعمله السيركت هاي من هون. هاي عندي السبلاي فولتج اللي هو الاصفر 310 بيك حوالي 220 ار ام اس، وعم بسحب الكرنت او الفولتج اللي بروح على الريزستر، والكرنت اللي بسحبه الريزستر هو تقريبا هذا الديلي اللي شايفينه موجود هون، هو مبين هون اقل شوي من 90، المفروض يكون حوالي 90 درجه. فهذا الكرنت واضح انه هذا الكرنت مش ساينوسويدال، هذا مشوه، مكون من فاندمنتال ساينوسويدال على 50 هرتز، وطبعا سكند هارمونيك فيش سكند هارمونيك لانها اود ويف فورم، راح يكون عندي ثيرد هارمونيك فيفث هارمونيك سيفنث هارمونيك لحد ال 15th هارمونيك او اكثر، طبعا قد ما بدي احسب من هون. اذا قدرت الاقي الفيرست هارمونيك، الفيرست هارمونيك هو اللي راح يكون المسؤول عن توصيل الباور الحقيقيه لللود، وبقيه الهارمونيكس ما بوصلوا اي باور لللود، وراح نشوفوا هذا نثبته في فيديو ثاني او في فايل ثاني من هون. اذا عندي انا هون عمالي بغير الفايرنج انجل على هذا اللود، عماله بنزل الار ام اس فولتج، بخف الار ام اس فولتج والكرنت اللي بروح على هذا اللود. الان بدي احاول الاقي الباور فاكتور. انا لو اخذت هذا الكرنت، هاي الكرنت هون انا اخذت منه نسخه، النسخه هاي اخذتها ووزعتها على هدول الفورير اللي موجودين هون، فانا عمالي بطلع الفاندمنتال تبع الكرنت، الفيرست هارمونيك ثيرد هارمونيك، لاني عارف انه السكند ما في سكند هارمونيك لانه اود ويف فورم، ثيرد فيفث سيفنث 9th 11th 13th، فانا مطلع من 1 الى 13 الاود، وطالع معي الماجنتيود تبعهم، وانا بدي اياه ار ام اس، فانا قاسمه على سكوير روت اوف 2 لانه الفاليو اللي بيطلع معي هون بيكون بيك، بقسمه على سكوير روت اوف 2 بحول اياه لار ام اس، فهدول كلهم الفاليوز اللي موجوده هون هي الار ام اس تبع هذا الكرنت. الوحيد اللي هو راح يعطيني كرنت، راح يعطيني باور توصل للريزستر، هو الفاندمنتال اللي موجود هون. فالفاندمنتال
اللي هو الفيرست هارمونيك اللي على 50 هرتز. لاحظوا هذه هون اذا فتحت راح تعطيني هون فيرست هارمونيك على 50 هرتز، في حين هذول راح يكون ثيرد هارمونيك يعني 150 هرتز، او فيفث هارمونيك 250 هرتز. هذول ما راح يعملوا كونتريبيوشن للباور اللي بتوصل لللود. فاذا بدي احسب الان الباور فاكتور، احد اسهل الطرق اني احسب الباور فاكتور، اعرف الماجنيتيود تبع الفيرست هارمونيك واعرف الفيز انجل تبعت الفيز هارمونيك الفيرست هارمونيك. اذا عرفت الفيز انجل، طبعا رغم انه الريزيستر ما الوش انجل، سبب الانجل هاي ناقص 224 هي الالفا الديلي اللي موجود هون، فهي اعطتني كانه في عندي ديلي مقداره 24 درجه، فكانه الفاندمنتال كومبوننت للكرنت لاجينج الفولتج تبع السبلاي ب 24 درجه. ففي عندي باور فاكتور كونتريبيوشن راح يجيني من هاي، وفي عندي باور فاكتور كونتريبيوشن راح يجيني من هاي، لانه الار ام اس تبع الكرنت الرئيسي اللي عم بسحبه هو 17.85. هذا الكرنت انا حسبت الاي ار ام اس تبع الكرنت اللي عم بسحبه من السورس 17.85، لكن منه الفاندمنتال بس 15.92. فاذا نطلع الان هون على بعض الحسابات، عمالنا بنقول هون انا عندي الار ام اس تبع السبلاي 310 فولت بيك على جذر الاثنين، عم بعطيني حوالي 220 فولت ار ام اس. الكرنت اللي بسحبه من السورس كمان ار ام اس، هذا مليء بالهارمونكس مش ساينوسويدال، الفاليو تبعه 17.85. اذا الابيرنت باور هي عباره عن V supply RMS مضروب في I supply RMS اللي هو حاصل ضرب الرقمين هدول. لكن أنا بدي أحسب الريل باور. الريل باور بتعتمد على الفاندمنتال أو الفيرست هارمونيك. الفاندمنتال إحنا عارفين إنه RMS تبعه 15.92، وهذه أخذناها من هون 15.92 أمبيرز RMS، والزاوية تبعت الفاندمنتال هارمونيك ناقص 24. ففي عندي هون صار بطل بس displacement، صار في عندي كمان distortion. هذه راح تعطيني displacement، والdistortion راح يجوني من هون بسبب لأنه الكرنت مش sinusoidal. الجزء اللي بستفيد منه اللي هو first harmonic fundamental هو 15.92، والtotal RMS تبع الكرنت هو 17.85. فإذا قسمت هذا الرقم على هذا الرقم راح يعطيني إشي اسمه distortion factor، قديش مساهمتي في power factor بسبب هالdistortion هي 15.92 اللي هو الفاندمنتال تبع الار ام اس تبع الفاندمنتال كرنت على الار ام اس تبع التوتال سبلاي كرنت 17.85، عندي 0.892. المشكله الثانيه اللي عندي اللي بتسبب وجود باور فاكتور اللي هي displacement، في عندي زاويه مقدارها ناقص 24، وهي سببها الفايرنج انجل، لانه اللود ريزيستيف هي كوساين فاي 1 وكوساين 24 عم بعطيني 0.913. اذا الاوفرول باور فاكتور 0.892 اللي هو الديستورشن فاكتور مضروب في displacement factor عم بعطيني 0.8144. ال 0.8144 مفروض يكون مساوي لقسمة الرقمين هدول، والرقمين هدول اللي هم حسبتهم أنا قست هون الريل باور وقست الابارنت باور وقسمت الريل باور على الابارنت باور، فالريل باور هون 3187 واط والابارنت باور 3912، ف 3187 على 3912 عم بعطيني الرقم هذا اللي موجود هون اللي هو 0.8147، اللي هو تقريبا متطابق مع الطريقة المختلفة للحساب اللي هي بتعتمد على الفاندمنتال تبع الفاندمنتال تبع الكرنت، الفيرست هارمونيك تبع الكرنت والزاوية تبعته. إذا عرفت الزاوية تبعته، إذا عرفت الفاندمنتال، بقدر أحسب الباور فاكتور على شكل ديستورشن فاكتور وديسبيسمنت فاكتور، أو زي ما عملنا هون إحنا في هذا في هذا الموديل اللي هون حسبنا قسنا قياس الريل باور وقسمناها على الابارنت باور. هدول الكرنتس اللي موجوده هون الثيرد هارمونيك والفيفث هارمونيك والسيفنت هارمونيك كلهم ما بيعملوا كونتريبيوشن للباور. ولذلك حتى اثبت الفكره هاي انا اخذت فايل ثاني حتى اثبت فيه انه لو عندي انا لو سحبت كرنت من السورس له فريكونسي مختلفه عن السبلاي فولتج، يعني هون انا مفترض لو انه هذا هو الكرنت اللي انا ساحبه من السورس مقداره مثلا 10 امبير، بس الفريكونسي تبعته بلاش 1000، خلينا استعمل مثلا 150 حتى يكون مثال شبيه. لو هذا له 150 هرتز والسبلاي فولتج له 50 هرتز والماجنيتيود تبعه 100، لانه هذا له فريكونسي 50 هرتز، الكرنت اللي بسحبه من السورس اللي له 150 هرتز لو ضربت الاثنين في بعض واخذت المين تبعهم راح يطلع معي الريل باور 0. خلينا نتاكد منها من هون،
إذا هون طلع معي الريل باور من هذا السبلاي اللي بسحبه هو 10 to the minus 13 اللي هو عمليا زيرو. حتى نفهم ليش هذا السبب خلينا نطلع على الويف فورمز اللي موجودة هون. حاصل ضرب التنين هو هذا اللون اللي هو المجنتا اللي عم اضربه هون، وتلاحظوا حاصل ضرب الفولتج في الكرنت، الفولتج له فريكونسي 50 هرتز والكرنت له فريكونسي 150 هرتز، عم بعطيني شكل متشابه فوق الزيرو وشكل مختلف تحت الزيرو. لكن لما بعمل انتجريشن لهدول مجموع الارياز فوق الزيرو مساوي لسالب مجموع الارياز تحت الزيرو، ففي النهايه هي محصله الباور اللي هي زيرو. وهذا بينطبق على اي فريكونسي ثانيه، لو اخذنا اي فريكونسي ثانيه مثلا اخذنا هون 250 هرتز وعملنا لها رانينج بنفس الطريقه بنشوف هون نفس الشيء الباور زيرو، ما في باور. الحاله الوحيده رح يطلع معي باور فيها لو رجعت الكرنت من هون وسحبت، الحاله اللي بسحب فيها كرنت له نفس الفريكونسي زي الفولتج، بالحاله هاي عم بيطلع معي ريل باور. حتى نفهمها كمان خلينا نطلع هون، رح تلاحظوا انه لما بضرب الكرنت بالفولتج ولهم نفس الفريكونسي رح يكون في جزء من الباور عماله بيطلع وبينزل، لكن في له افرج. لاحظوا الافرج تبع هاي الساينوسويدال ويف فورم اللي لها ضعف الفريكونسي على فكره، هاي خلال ال 20 ملي سكند عم تعمل تو ويف فورمز، هاي ساينوسويد وهي كمان ساينوسويد، لاني ضربت ساينوسويد في ساينوسويد راح يعطيني دي سي وراح يعطيني فريكونسي ضعف الفريكونسي الاصليه. هذا لما باخذ الافرج تبعه ما بيطلع زيرو، بيطلع معي حوالي 500 وات. الشاهد المهم من هذا الفايل انه اذا انا سحبت من اي سي سبلاي كرنت له مضاعفات الفريكونسي ما بسبب اني اسحب، ما بقدر اسحب، ما بخليني اسحب باور او ما بسبب ريل باور انها تكون ديليفرد من هذا السبلاي. لكن الحاله الوحيده الكرنت الوحيد اللي بسبب اني اسحب باور من هذا السبلاي هو انه يكون الفريكونسي تبعت الكرنت مساويه للفريكونسي تبعت الفولتج. اذا كانت طبعا ان فيز و0 ديجريز بكون هذا اعلى باور ممكن اسحبه، واذا كان 90 درجه بينهم بالحاله اذا كان هذه هون الفيز تبع هاي 90 درجه مع السبلاي ما بسحب لانه بصير كل الباور هي رياكتيف باور، لكن ما بقدر اسحب ريل باور الا في حاله انه يكون الفريكونسي تبعت الكرنت مساويه للفريكونسي. وهذا طبعا بيحصل بحالات لما يكون عندي نون لينير لودز بسحب ديستورتد كرنت ويف فورم من السبلاي فيها فاندمنتال بستفيد منه باور، لكن فيها هارمونكس ما بقدر اسحب فيها اي باور.